نقوم الآن مع لقطات وصلت إلينا تظهر تقدم القوات المسلحة وسيطرتها اليوم على مصنع الدقيق في جدابية. نتابع. هذا الآن مصنع الدقيق، مصنع الدقيق اللي هو في الطريق الجنوبي اللي معروف بجدابية، الآن تحت السيطرة تقريبا 101 بالكامل. يا جماعة مفروض الله وجه الحرم مقدد يا جماعة اسمحوا اقتلوا الغام